أخرج البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع الذي يظهر أنه من أهل الشبع وليس كذلك، إذا أظهر ذلك بكونه شبعان من عطية فلان أو من فلان فإنه في هذه الحال يقع في كذبتين، يقع في كذبتين، فهو كلابس ثوبي زور. وهذا الحديث له سبب ولا يحصر على هذا السبب، وهو أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح أي إثم أن أتشبع من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهي أن المرأة تقول: أعطاني زوجي كذا وكساني كذا ووهب لي كذا، وهو لم يعطها أصلا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كلابس ثوبي زور بالتثنية، يعني قديما كانوا إذا لبسوا الثياب لمن عنده سعة يلبس ثوبا وهو الإزار الذي نصف جسمه في الأسفل، والرداء الذي يكون على نصف جسمه الأعلى. فقال: كلابس ثوبي زور، يعني أنه من أهل الكذب من رأسه إلى قدمه، من رأسه إلى قدمه. لما؟ فإنه وقع في إثمين. الإثم الأول أنه كذب، الإثم الآخر أنه اعتدى على غيره من أنه أعطاه كذا ونسب إليه وهو لم يعطه، فقال: كلابس ثوبي زور. ولذلك عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلك المرأة: إن أعطاني زوجي كذا وكساني كذا وهو كذب. في الحديث قالت: وهو كذب، يعني أنه ليس بصحيح. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وليس الأمر محصورا بالنساء أو بالزوجة مع ضرتها، لا، هذا يشمل النساء فيما بينهن ويدخل في ذلك الرجال، وهناك صور سأذكر بعضا منها وهي لا تحصر بها. ومن الصور بعض الناس، وأيضا مع انتشار وسائل التواصل، ربما يظهر نفسه أنه من طلبة العلم أو أنه من العلماء، فيظهر للناس أنه من طلبة العلم أو من العلماء وهو خال من العلم، أو عنده علم قليل لكنه يريد أن يوضح أن عنده علما كثيرا. وأعظم جناية ما قد يحصل من أن البعض ربما يقول: كنت مع الشيخ الفلاني وسافرت مع الشيخ الفلاني وجلست معه، وهو شيخ له قدره في الأمة وله مكانته في الأمة، من باب أن يظهر للناس أنه من خواص طلابه الذين لازموا هذا الشيخ من أجل أن تكون لهذا المتحدث مكانة. أو أن بعضهم، وهي جناية أعظم، يكذب على العلماء الموتى، هم موتى، فيقول: كنت مع الشيخ الفلاني وأوصاني الشيخ الفلاني بكذا وكنت معه على وجبة كذا أو كذا، من باب أن يظهر للناس أنه من الطلاب المميزين في حياة ذلك الشيخ الذي توفاه الله. وكم ذكروا، وذكر بعضهم من قصص، ثم تبين بعد ذلك بطلان ما تحدثوا به. فهذا يصدق عليه الحديث: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم ينل كلابس ثوبي زور، لأن هذا من الإثم والافتراء والكذب
الذي يقع فيه بعض من الناس، سواء فيما يتعلق بأمر دنيا أو بأمر دينه. وما يتعلق بالدين أعظم، كونه يصف بأنه من العلماء أو أنه من العباد، هذا أعظم وأشد وكذب على الله عز وجل. فإن في السابق فيما يتعلق بالدنيا كذب على المخلوقين، لكن هنا فيه كذب على الله، إذ إنه سيذكر للناس العلم وقد لا يكون علما صحيحا، أو أنه يصدر على أنه يستفتى وهو ليس من أهل ذلك الشأن العظيم.